لندخل هنا معا في رحلة لأكبر مزرعة خنازير حديثة في العالم. يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف يتم تربية هذه الخنازير للحصول على لحوم كثيفة ومميزة وذات جودة عالية لهذه الخنازير. بإمكانكم أن تتابعوا الطرق الحديثة داخل هذه المزرعة للعناية بهذه الحيوانات، لنتابع معا كيف ترضع هذه الخنازير صغارها وكيف يتم العناية بهم من آن لآخر. تابعوا معنا في هذه الجولة. بعد أن يتم تربية الخنازير الصغيرة داخل المزرعة وتكبر، يتم شحنها بواسطة هذه الشاحنات الخاصة التي تقوم بإنزالها إلى المسالخ، وذلك بعد عملية توزينها. ومن ثم يتم غسل هذه الشاحنات جيدا للحفاظ على نظافة المكان. الآن يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم إنزال هذه الخنازير فوجا تلو الآخر حتى يتم إدخالهم إلى عملية الصاق والقتل، وذلك حتى يتم تقطيعهم وسلخهم فيما بعد. لنشاهد. الآن تدخل هذه الخنازير على هذه النيران الكثيفة، وذلك لحرق أي شيء فوق الجلد. يقوم العامل هنا ببتر مؤخرة الخنازير بهذه الأداة حتى يتم استخراج بعض الأمعاء. الآن يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم قسم هذا الخنزير إلى نصفين ويعلقون على هذه الآلات حتى يتم نقلهم لعملية التقطيع من قبل بعض العمال. لنشاهد معا كيف يتم تقطيع لحم الخنزير كل جزء على حدة حتى الجلود يتم الاحتفاظ بها لاستخراج دهن الخنزير منها. لنتابع كيف يتم الأمر في هذا المصنع العملاق لذبح الخنازير.
بعد أن يتم نقل كل الأجزاء على حدة، الفخذ على حدة والظهور على حدة، يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف توضع في صناديق حتى يتم نقلها لعمليات التغليف. لنشاهد. بإمكانكم أن تتابعوا هنا في هذا المعمل كيف يتم جلب قطع من لحم الخنزير حتى يتم قياس مدى جودتها. لنتابع. أما هنا في هذا المكان أو في هذه الثلاجات، يتم الحفاظ على لحم الخنزير حتى يتم توزيعه كمنتج تجاري فيما بعد، وذلك بتغليفه بكراتين خاصة حتى يتم بيعه ويصبح منتجا تجاريا. لنشاهد معا عملية التغليف والتعبئة كيف تتم.